ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Allah says in the Quran, in Surah Az-Zukhruf, about Nabi Isa alayhi salam, وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ. He is the sign of the last hour. This makes perfect sense. He is the sign of the last hour. And this is what Nabi Muhammad alayhi salam said. But someone put in the diacritical marks, instead of alamun ayn alif, lam alif, noon damma, alamun, put ilmun. And this is wrong. The Quran does not have any mistake. All of these critics will come shouting from the mouth. Look at Imran Hussein, you see, the Quran has mistakes in it. Tell these school boys, go and get some rest. I'm not saying there's a mistake in the Quran. So don't tell lies against me. I'm saying that human beings, when they put in the diacritical marks, made a mistake here. Maybe it was done deliberately, maybe it was done accidentally. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم معلوم أن من قال إن القرآن ينقص منه حرف أو يغير فيه شكله فهو كافر بالله لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهذا يدعي كذب الله تبارك وتعالى في حفظه لكتابه فمن ادعى أن القرآن ينقص حرفا واحدا أو غير فيه شكلا فقد خرج من الإسلام وكفر بالله العظيم الروافض من الشيعة يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو الذي أنزل على رسول الله